الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة بعنوان استخدام المنصة التعليمية جوجل كلاس روم حساب الطالب، يلقيها المدرس خالد قيس عبد، قسم اللغة الإنجليزية، كلية التربية العلوم الإنسانية، جامعة الأنبار. بداية نقوم بتسجيل الدخول إلى الإيميل الجامعي، وبعدها نقوم بفتح متصفح جوجل من متصفح جوجل كروم، أو نقوم بتثبيت التطبيق إذا كان على جهاز الموبايل. من المتصفح بإمكاني الدخول إلى جوجل كلاس بطريقتين. الطريقة الأولى هي عن طريق التطبيقات من هذه المربعات، أنقر قائمة تطبيقات جوجل، راح ألقى جوجل كلاس روم موجود ضمنها. إذا ما كان ظاهر عندك بهذه المجموعة معناته أنت أول مرة تستخدمه، فبإمكانك إظهاره عن طريق الضغط على أسفل القائمة المزيد من Apps Marketplace، المزيد من تطبيقات جوجل. أنا الآن ظاهر عندي لأن مستخدمة سابقا، لو ما كان ظاهر راح يظهر عندي مع هذه القائمة أسفل القائمة. مجرد أن أنقر عليه أول مرة راح يظهر لي بالقائمة الرئيسية، أنقر عليه أقوم بالدخول إلى الصفوف الإلكترونية. الطريقة الثانية هي أن أطبع في مربع البحث جوجل كلاس روم، راح يطلع عندي أول أو ثاني نتيجة. هذا هو موقع جوجل كلاس روم، وهذا الشعار الموقع، أو باللغة الإنجليزية يوديني أيضا على نفس الموقع. هذه منها أنقر فوقها الآن راح يوديني إلى الموقع. أنا مستخدمة سابقا عندي بمجموعة الصفوف، لكن الآن راح أدخل بصف جديد كطالب. حتى أدخل إلى صف جديد أنقر على علامة الزائد وأختار الانضمام إلى الصف. راح يطلب من عندي رمز الصف، هذا ينطيني يا أستاذ المادة، أحصل عليه عن طريق أستاذ المادة. أقوم بإدخاله بهذا المربع، سراح أدخل أني رمز الخاص بهذا الصف. وأنقر على انضمام. الآن دخلت إلى الصف كطالب. هذه أعلى الصف وعنوان المادة والمقرر، وهنا عندنا ساحة المشاركات، وعندنا الواجب الدراسي، وعندنا الأشخاص. ساحة المشاركات راح نلقى المادة اللي يرفعها الأستاذ، المحاضرات اللي ممكن أن تكون على شكل ملفات PDF مثل ما نشوفه هنا، أو ممكن تكون محاضرات فيديو، أو ممكن محاضرات على شكل منشور نص مثل هذا، رسالة نصية، أو ممكن يكون بصيغة يعني عرض تقديمي PowerPoint. بإمكاني حفظ المحاضرات إذا كانت أي نوع من هذه الأنواع. مثلا راح أنقر على هذا الملف PDF، بإمكاني أن أحفظه على جهازي لابتوب أو الموبايل، على يعني في وحدة الخزن. منا على هذه الثلاث نقاط أنقر فتح في نافذة جديدة، راح يفتح لي اياها المحاضرة بملف جديد بواجهة جديدة، نافذة جديدة. أنقر على تنزيل، أنقر على تنزيل، راح يبدأ ينزل لي الملف على جهازي. الآن بدأ ينزل لي اياه، يخزن لي اياه في وحدة الخزن على اللابتوب. ممكن أن أقرأ بدون الدخول إلى الصف مرة ثانية، أو حتى بدون توفر الإنترنت. منا على اليمين أنقر إغلاق، راح يرجعني إلى ساحة المشاركات. كل المحاضرات تلقاها مرفوعة في هذه الساحة. ممكن أن أضيف تعليق على المحاضرات، وهذا التعليق راح يقروه بقية الطلاب. مثلا أنقر على علامة الإرسال
راح يرسل التعليق على هذه المحاضرة. بإمكاني حذف التعليق إذا أردت أن أحذفه، هذه الثلاث نقاط أنقر عليها راح يطلع لي خيار حذف، أنقر عليه راح يقوم بحذف حذف التعليق. كذلك الواجبات والتكليفات اللي يقوم برفعها الأستاذ تظهر عندي في ساحة المشاركات وتظهر في الواجب الدراسي. الواجب الدراسي هنا على سبيل المثال تكليف أو واجب دراسي يظهر أمامه موعد تسليمه، موعد التسليم إذا أكو تاريخ، إذا ماكو تاريخ تسليم يظهر ليس هناك تاريخ تسليم. أنقر فوقه، أنقر فوقه بإمكاني إجابته، عرض السؤال، أنقر على عرض السؤال، هذا السؤال مطلوب من عندي أن أجاوب السؤال، أكتب إجابتك هنا على اليسار، أكتب إجابتك، أطبع إجابتي، حدد 100 كلمة يريد، أقوم بطباعة الإجابة، أكمل إجابتي، ومن أنقر على تسليم، من أنقر على تسليم راح يتم إرسال الإجابة إلى الأستاذ. إذا طلب الأستاذ تقرير ممكن أن أقوم برفع ملف، يعني أطبع التقرير على شكل ملف وأقوم برفعه منه من نفس المكان. يفضل رفع الملفات إذا طلب الأستاذ تقرير أن نقوم برفع الملف بصيغة PDF حتى نحافظ على تنسيق الملف، خاف أكو اختلاف بإصدار الوورد فحتى لا يصير اختلاف. طبعا يعني سهل جدا أن نحول ملف الوورد إلى PDF، فهذا ملف وورد. طبعا الإصدارات الحديثة لبرنامج الطباعة وورد حفظ الملف بصيغة PDF موجود ضمن البرنامج، ما يحتاج تنصب محول. مثلا هذا التقرير كملته، أحفظه منه، أنقر على فايل أو ملف وحفظ أو سيف أس، راح يطلع لي هذا مربع الحوار، أحدد منه من الاختيارات، أحدد نوع الملف PDF وأنقر على سيف أو حفظ، راح يفتح تلقائيا نفس الملف، يفتح لي بصيغة PDF، أقوم برفعه من نفس المكان إذا كان طالب من عندي هو تقرير أو ملف، وبإمكاني سحب التقرير أو الملف سحبه لإجراء تعديل مثلا وإعادة إرساله بنفس الطريقة. هنا تعليقات خاصة، إذا أريد أعلق فت سؤال على للأستاذ بحيث ما يقرأ إلا الأستاذ، فقط الأستاذ يقرأ ما يطلعون عليه الطلاب، ممكن أن أرسل منه وأنطي إرسال، راح يستلم الأستاذ فقط يطلع عليه ويقوم بالإجابة. إذا أريد أرسل تعليق معين على الأسئلة بحيث يشوفوا بقية الطلاب، فهذه مكتوب إضافة تعليق صف، إضافة تعليق صف، ممكن أن أترك سؤالي أو طلبي شو اللي أريد بالتعليق وأنطي إرسال، أنطي إرسال راح يظهر هنا ويا التعليقات، وأيضا بإمكاني حذف التعليق. نقرأ على الثلاث نقاط، هل تريد حذف التعليق؟ حذف، يقوم بحذف التعليق. هذه بالنسبة للواجب الدراسي. روح على الأشخاص، قائمة الأشخاص، تحتوي قائمة الأشخاص على المعلمين إذا كان أكو معلم أو أكثر، وقائمة الطلبة اللي يتم إضافتهم أو دخولهم إلى الصف باستخدام الرمز الخاص بالصف. هذه قائمة الطلبة الخاصين اللي داخلين لهذه
لهذا الصف، وهنا عندنا أستاذ واحد فقط. إذا كان أكو أكثر من أستاذ بالصف يظهرون قبل تحت المعلمون بهذه القائمة تحت هذه العنوان، والبقية هم يكونون الطلاب. في حال إذا أردت أن أسجل خروج من الصف، أخرج إلى القائمة الرئيسية، هذه القائمة الرئيسية أكو هذه ثلاث نقاط صايرة بالواجهة فوق، أنقر عليها راح يطلع لي اختيارين، نقل وإلغاء التسجيل. أنقر على إلغاء التسجيل، هل تود إلغاء التسجيل؟ راح يقوم بإخراجي من الصف وحذف الصف من قائمة الصفوف الخاصة بي. إلغاء التسجيل، جاري إلغاء التسجيل. الآن تم إخراجي وحذف الصف من قائمة الصفوف اللي أنا مثبتها في حسابي طبعا كطالب. شكرا جزيلا.